كشف الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان عن وضع حزبه اشتراطات للمشاركة في الحكومة، وإذا لم تتحقق فإنه يفوض الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس وزرائه بتشكيل حكومة كفاءات وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية المرحلة الانتقالية. ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن الدكتور نعمان إن قرار الحزب الاشتراكي بشأن المشاركة في الحكومة يتوقف على عدة عوامل، منها استمرار العملية السياسية بعيدا عن الضغوط التي يفرضها واقع ما بعد مؤتمر الحوار الوطني، وأن تكون هناك حكومة وحدة وطنية بشراكة حقيقية، مهمتها الأساسية الحفاظ على كيانة الدولة واستكمال ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية للوصول لانتخابات حرة ونزيهة.